هتسيبني وتمشي ولا ايه؟ في حاجة تانية يا حاج؟ وانا يا ابني خلصت كلامي؟ اتفضل قول لي في ايه؟ ما حضرتك لسه قايل لي ان انا المفروض انزل الشغل، في حاجة تاني؟ ايوه في الأهم بقى. هو ايه الأهم؟ حضر نفسك، يوم الخميس الجاي هنروح إن شاء الله نخطب بنت عبد المنعم بيه أبو شنب رسمي. أنا اتفقت معه على كده والناس مستنيين. كنسوا الوقت. برضو طلعت القرافة؟ اتأكدت ان هم قتلوني. يا ساتر يا رب، معقول حد يقتل ضمان؟ عوضك على الله يا بنتي. بس ليه؟ حتى تعيل من لحمه ودمه يعملوا فيه كده؟ في شارع مين ده يابا؟ واللي في شارع مين؟ ما تفكك بقى يا اختي، وعلى رأي المثل الله جاب الله خد الله عليه العوض. لا، انا طالبني حفظ طول عمره نار ايدى الصدري. خلاص يا اختي، انت ممكن تحبسيه وتوديه في 60 داهيه. احبسه؟ وانا هستفيد ايه لما احبسه؟ لا، انا هعرف انتقم منه كويس قوي، هعرف احرق قلبه زي ما حرق قلبي على ابني. هعرف اعذبك يا عقل انت وابنك، وبكره تشوفه، بكره تشوفه.